السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات الصف الثاني الثانوي، أهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير دايما يا دكاترة وفي أحسن حال. طب يا دكتور، احنا بنحل في بريوري تيست نمبر 2، خلاص؟ طيب يلا نقول بسم الله بسم الله، وتعالى نشوف كده، نبص على الأسئلة سؤال سؤال. أول سؤال بيقول لك إيه؟ choose the correct answer for the question. حلو حلو. which of the following element can be the element Q in the opposite molecule؟ بص لي على الأوبوزيت موليكيول، الكيو ماله؟ بص على الوان اللي حواليه، بص الوان اللي حواليه، ده لونه اسود وده لونه اسود وده لونه اسود، صح، وده لونه ازرق، مظبوط ولا مش مظبوط؟ قول لي مظبوط. بص بقى اللي انا اقصده ايه؟ ان الحته الريد دي او الاورنج ايا كانت هي ايه، هم دول بتوع الكيو. بص بقى، يبقى الكيو حواليه كام دوت؟ 4 دوتس يا مستر، فهمت حاجه؟ يبقى الكيو ده في الجروب 4 اي، الصوديوم في الجروب 1 اي، مش تبعي، خلاص. طب السلفر ده زي الاكسجين بالظبط في الجروب 6 اي، لو جيت توزعه، هو مديك الاتوميك نمبر على فكره عشان توزع، بس اللي انا بقول لك عليه ده ايه، عشان احنا متاسسين بقى الترم الاول ومظبطين الجروب وعارفين الكلام ده يا دكتور. طب حضرتك نسيت توسع بقى يا باشا، يعني 16 تقول لي كده، نيون 10 3 اس كام؟ 3 اس 2 3 بي كام يا دكتور؟ ها كده 12 من 16 4 اهو، اذا في الجروب مين؟ 6 ايه، فهمت حاجه؟ برده مستبعد، انا عايز 4 ايه. الكالسيوم ده في الجروب 2 ايه، برده مستبعد. سيليكون ده في الجروب 4 ايه، يبقى هي دي الرايت تشويس. عرفت منين يا مستر؟ اهو يا دكتور، بعد النيون 10 انا وزعت عادي جدا اهو، خلاص. 3 اس كام يا باشا؟ 3 اس 2 3 بي 2، بص بص 2 و2 كام؟ 4، يبقى حواليه 4 دوتس. ها سهله اللعبه، سهله جدا. يلا سؤالنا اللي بعده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكريستال اوف الصوديوم كلورايد از كومبوزد اوف ايه؟ كريستال للصوديوم كلورايد. الصوديوم كلورايد عباره عن ان ايه؟ بوزيتيف سي ال نيجاتيف، فده طبعا ليه كريستال لاتس. الكريستال لاتس اهو من قدامك اهو، ان ايه؟ بوزيتيف سي ال نيجاتيف، خلاص. بس بيكونوا ايه؟ بيكونوا ايونز طبعا. هو بيقول لك ان ايه سي ال مولكيول، غلط طبعا، هو مش مولكيول، خلاص هو ايون. طب ينفع يكون ان نيجاتيف؟ لا طبعا برضو. طب ان ايه وسي ال اتومز؟ لا هو مش اتوم، الكريستالز يا دكتور بتكون ايونز، يبقى هي دي اي، يبقى هي دي الرايت تشويس. سؤال برضو دايركت جدا وبسيط، يلا اللي بعده. ها all the following molecules are polar except، كل ده بولر ما عدا مين؟ بص يا دكتور، ايه يا مستر؟ طبعا عندنا حاجتين، الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي وموضوع اللون بير اللي انا قلت لك عليه. بمعنى اشتغلها لون بير، ده الابريفيشن ايه؟ هتقول لي اي اكس 4، حلو. وده الابريفيشن ايه؟ الفوسفورس على فكره يا باشا في الجروب 5 ايه، زيه زي النيتروجين. لو انت ما تعرفش المعلومه ديت خلاص بقى، يعني احنا قلناها كتير، حاول اعرفها، خلاص. يبقى هنا سي ال يا دكتور بوند بير، سي ال بوند بير، سي ال بوند بير. بعيدا عن السي ال، انا يهمني السنترال. اذا بص الابريفيشن ايه؟ هتقول لي 3 بوند بير واحده لون بير، يبقى اي اكس 3 اي عنده لون بير، يبقى هنا ماله؟ ها يبقى دوت بولر. هو بيقول لك ايه؟ كلهم بولر ما عدا، يبقى ده بولر مش هختاره. خد بالك، ده ما فيش لون بير، ده نان بولر، هي دي الاجابه، دي الاجابه، لان كلهم بولر ما عدا ده. طب يلا نفس الفكره، بص الاتش بي ار، هتقول لي يا مستر ده هجيب له ابريفيشن ازاي؟ بص يا باشا، عندك الاتش وعندك البي ار، حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. بص البي ار حواليها كام لون بير؟ فاهم حاجه؟ فيها كام لون بير؟ هتقول لي يا مستر ده عندها 3 لون بير، خلاص. في عندك لون بير ولا ما فيش؟ في، خلاص، يبقى دي عباره عن ايه؟ بول، يبقى مستبعد. طب بص الامونيا، ها النيتروجين نفس الفكره بتاعت ده، يبقى ده الابريفيشن اي اكس 3 ماله؟ اي، خلاص واضح، متفقين. وبناء عليه يبقى الكلام على ايه يا دكتور؟ هتقول يا مستر الكلام كالاتي، ايه هو؟ ان احنا عندنا دلوقتي في لون بير، فهنا في بولاريتي، هنا في بولاريتي، في بولاريتي، كل دي بولار مولكيولز، مين الوحيد النون بولر؟ هو ده، يبقى هي دي الرايت تشويس، خلاص تمام. عايز تعملها ديفرنس، اعملها ديفرنس. الكربون 2.5 والهيدروجين 2.1، الديفرنس 0.4، ما خلاص 0.4 يعني نون بولار كوفيلنت ايه؟ بوند، نون بولار كوفيلنت بوند. وبما ان هو نون بولار كوفيلنت بوند، هيبقى المولكيول كله على بعضه نون بولار، بس الاشمل والاصح اللون بير يا دكتور. سؤالنا اللي بعده يا باشا بيقول لك ايه؟ بعد ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وات از ذا نمبر اوف البوندز ان السي 2 اف 4 مولكيولز؟ عادي جدا، بص كام كربون يا باشا؟ 2، خليهم كونكتد ببعض. كام فلورة؟ 4، اسمة العدل بقى، خلاص. يبقى هنا فلور، هنا فلور، هنا فلور، هنا فلور، اتبقى لك ايه يا نجمة؟ تقول يا مستر الكربون كده غير مستقر، صح، ادي له دبل عشان يبقى بوند 2 3 4، بوند 2، يبقى كل كربون حواليه 4 بوندز. يلا بقى احسب لي ايه؟ وبيقول لك وات از ذا نمبر اوف البوندز ان المولكيول كله، لما يقول لي المولكيول اجمع كل حاجه، سيجما 2 3 4 5، عندي 5 سيجما، 5 سيجما 4، لا 4 لا، استبعدت 2، كام باي؟ هي واحده باي بس، يبقى 5 سيجما 1 باي، يبقى ايه هي الرايت تشويس؟ ها وصلت؟ يبقى الايه هي الايه؟ الرايت تشويس، عظيم جدا. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده، يلا يا دكتور. بيقول لك ايه؟
بيقول لك ال showing electron configuration belongs to ال carbon atom C6 which is ايه؟ تعال نبص على الكربون اتوم دي مالها يا دكتور. الكربون اتوم الطبيعي ان هي 1s2 2s2 2b2 حصل. فالطبيعي ان انا لما ابص على هوند رول الاقيه بالشكل ده، 2 و2 وهنا عندي 2، صح ولا مش صح؟ تقول لي صح. ايه اللي حصل؟ بعد الخطوه دي انا وانت عارفين بيحصل اكسايتيشن، هعملها في نفس الرسمه دي، مش هرسم رسمه ثانيه. يبقى ال 2s هنا اهو 1 وال 2b يبقى 3، فاهم حاجه؟ بس هو جايبهم لي كلهم هايبردايزد اهو، بص كلهم مع بعض، اذا ده شكل هايبرديزيشن اصلا. فهمت ولا ما فهمتش؟ خلاص يبقى اذا نمبر 5 يا دكتور هتقول لي ايه؟ هايبردايزد كربون اتوم. هل اكسايتد؟ لا، عدينا الاكسايتد. هل ستيبل؟ لا طبعا مش ستيبل. راديو اكتيف دي بلح حشو كده في الاخر. يلا اللي بعده. In the opposite molecule، طبعا انت عارف يعني ايه راديو اكتيف؟ معنى راديو اكتيف يعني النيوكليس مليانه نمبر اوف بروتون ونيوترون كتيره جدا، فاهم اللعبه؟ وبناء عليه بقى الكلام على ايه يا دكتور؟ ها تقول لي يا مستر خلاص دي كده معناها ان هي عندها ايه؟ زحمه، فبتبتدي تعمل اكتيفيتي انستيبل، تتحول لاذر اليمنت. ده موضوع بعيد عننا قوي. يلا اللي بعده. بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك ان الاوبوزيت مولكيول اللي قدام حضرتك دوت، وات از ذا تايب اوف الهايبرديزيشن ان اتش اوف الكربون اتوم 1 اند 2 ريسبكتيفلي. حلوه قوي الاسئله دي. بص ادي كربونه اتش 2 عامله دبل بوند مع كربونه اتش اي، وهنا كربونه عامله تريبل بوند مع الان. حلوه قوي. بص يا باشا ايه يا مستر؟ هو بيقول لك الكربونه نمبر كام؟ 1. يلا 1. ها بص 1 كام سيجما؟ تعالوا نغير الكلر الاول. ادي سيجما 2 3. طب ودي باي ماليش دعوه بيها. يبقى 1 معايا 3 سيجما، يبقى 3 هايبردايزد اوربيتال، يبقى الاس معايا وبي 2 و2 من البي، يبقى اس بي 2. فهمت حاجه؟ يبقى اول كربونه نوع الهايبرديزيشن اس بي 2 اهو، اس بي 2 اس بي 3 غلط، اس بي 2 اس بي 1 غلط. انا كده استبعدت 2 كده على طول، فهمتني؟ طب يلا الكربونه الثانيه. بص بقى ادي، بص فين الكربونه الثانيه؟ دي الكربونه الثانيه. ايه ده؟ هو انا عملت ايه؟ دي واحد، هو بيقول دي واحد، واحد اللي هي المفروض دي. انا عملتها الثانيه. طب هي سيجما 2 3 خلاص مش مشكله، ما فرقتش، هي زيها سيجما، انا عملتها على طبعا لو غلطت زي كده لازم تعيدها لان هي ممكن تبقى مختلفه، بس هو حظنا حلو ان طلعت ايه؟ طلعت دي سيجما 2 3 ودي برده سيجما 2 3، فنوع الهايبرديزيشن ايه في الكربونه دي والكربونه دي؟ واحد، يعني الاثنين دول حاجه واحده. خلاص خلاص كده. طب بص بقى يلا، هو بيقول لي الكربونه الايه الثانيه، دي الثانيه اهو، دي الثانيه اللي يقصدها. بص سيجما 2 كام سيجما 2؟ يبقى انا عندي 2 سيجما، يبقى 2 هايبرديزد اوربيتال، يبقى الاس مع البي بس، يبقى التاني اس بي اهو. فين الاس بي؟ اس بي، يبقى اس بي 2 اس بي، يبقى هي دي المظبوطه لان اس بي 2 غلط. ها وصلت؟ تمام مفهومه؟ طيب يلا سؤال نمبر 7. بيقول لك ايه؟ بيقول لك which of the following orbitals in the carbon atom its electrons dot not precipitate in forming، مش بتشارك يعني في السي بوند سي بوند ان الاثين مولكيول. طيب عايز اعرف انهي اوربيتالات في الكربون مش بتشارك في تكوين السي بوند سي. طب تعالى الاول نرسم اهو. بص ادي كربونه وكربونه، كام؟ 6، يبقى اسمه العدل. خلاص هنا اهو 3 تمام، وهنا 3. حلو الكلام، حلو الكلام. هو بيقول لك ايه؟ which of the following orbitals in the carbon atoms، في الايه؟ في الكربون اتوم مالها اللي قدامك ديت مش بتشارك. الاول اعرف لي كام واحده شاركت. حاضر، سيجما 2 3 4، انا عندي 4 سيجما يا مستر، يبقى في 4 هايبردايزد اوربيتال، معناها اس مع بي اكس وبي واي وبي زد. من الاخر، من الاخر يا دكتور، انا عندي اربع اوربيتالات دخلوا في عمليه الهايبرديزيشن. مفهوم؟ مفهوم. بص بقى الكربون العاديه ايه؟ 1s2 2s2 2b2. حصل حصل. بص تعالى نرسمها هنا في الحته دي، تركز اهو، هتقوم عامل لي كده ادي يا مستر 1s2 2s2. بص 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 ركز، ادي 2b2 يا مستر، 2bx ها 2by. حصل حصل. المفروض ان بيحصل اكسايتيشن، فده بيجي هنا، ركز بقى عشان تفهم. حصل اكسايتيشن، اذا ده بقى هنا الكترون واحد، مظبوط مظبوط. بعد كده بعمل هايبرديزيشن، مش انا قلت هايبرديزيشن لكام؟ لاربعه. اعمل لي هايبرديزيشن لاربعه، كل ده شارك، مين اللي ما شاركش؟ ال 1 اس بس. فهمت حاجه؟ كلهم شكله في عمليه الهايبرديزيشن ما عدا ال 1 اس في الكربون اتوم. فهو بيقول لك ايه؟ which of the following orbitals في الكربون اتوم does not precipitate او don't precipitate in forming ال سي بوند سي، ما كونتش ال سي بوند سي. خلاص؟ ما هو السي بوند سي مين بقى اللي ما شاركش؟ ها هتقول لي ال 1 اس يا مستر، ال 1 اس. طيب ال 2 اس ولا 2 بي اونلي ولا 2 اس و 2 بي؟ لا هتكون طبعا مين زي ما قلت لك؟ هتكون ال 1 اس بس هو اللي ما شاركش اهو. ادي ال 1 اس ده اللي ما شاركش في اي حاجه، خلاص يبقى ال 1 اس. ليه؟ لان خد بالك سي بوند سي ديت هتلاقي
اس بي 3 مرتبط بالاس بي 3، فاهم حاجه؟ يعني اوربيتال من دول، فهو مين اللي ما شاركش؟ ال1 اس بس. يبقى لذلك هيبقى مين يا دكتور؟ ال1 اس. خلاص طيب تعالى نشوف يلا سؤالنا اللي بعده. بيقول لك ايه؟ ان ويتش كومباوند الانجل بتوين الاوربيتالز اوف الهايبردايزد كربون اتوم از ذا سمولست. ها مين في دول اقل زاويه؟ يلا بينا. سي بوند سي اف 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 اف، يبقى هنا في دبل بوند. طب وهنا سي بوند سي اتش 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 اتش، هنا في دبل بوند. خد بالك الاثنين دول زي بعض بالظبط، واضح؟ طب وهنا سي بوند سي اتش واتش، وهنا يبقى تريبل بوند. طب وهنا سي اتش 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 اتش، بص بقى الفكره فين؟ هنا الابريفيشن اي اكس 4 حصل حصل، وعندك 4 سيجما يعني 4 هايبردايزد اوربيتال، معناها طالما 4 يبقى اس بي 3 يعني الابريفيشن اي اكس 4. الاي اكس 4 الانجل 109.5. طيب ده بقى يا دكتور سيجما وسيجما 2، ف 2 يعني هيطلع لي 2 هايبردايزد اوربيتال اس بي، يبقى واحد اس بي واحد اس بي. بص الانجل كام؟ 180. هنا 180، يا رب تكون فاهمني، لان هما اتنين هايبردايزد اوربيتال فهيكون ستيريو ستراكشر لينير، والاتنين دول زي بعض بكام؟ بص ده هتلاقي سيجما 2 3 يعني بلينر ترانجل. معنى بلينر ترانجل يعني الانجل 120 120 120، يبقى الاتنين دول 120. هو بيقول لك انا عايز اعرف مين فيهم سمولست، مين اقل واحد؟ هو ده نمبر دي، يبقى ادي الرايت شويه. وصلت؟ فهمتها؟ يا رب تكون واضحه معاك وفاهمها. يلا اللي بعده. ان الجيفن مولكيول اللي قدامك دوت هاو ميني بوندز ار فورمد باي الاوفرلابنج، عايز اعرف كام بوند ار فورمينج باي الاوفرلابنج اوف ان الاس اوربيتال وذ ان الاس بي 2 اوربيتال. حاضر، اول حاجه خالص لازم تفردها عشان تفهم يعني ايه. ادي السي هنا اتش اي اتش اي دبل بوند سي اتش، ها بوند سي تريبل بوند سي بوند اتش. تعالى بقى هات لي نوع الهايبرديزيشن. بص سيجما 2 3 دول يبقوا 3 من الاس، هم خد بالك 3 اوربيتالات، يبقى الاس بي 2. اذا هنا اس بي 2، ها اس بي 2 اس بي 2 حصل حصل. طب ما هو بص الكربونه دي زيها بالظبط، كربونه 2 3 سيجما 3 سيجما، اذا ده برضو كل ده اس بي 2. مظبوط مظبوط، وده اس بي 2. حلو حلو. هو بيقول لك هاو ميني بوندز ار فورمد باي الاوفرلابنج اوف الاس اوربيتال مع الاس بي 2. بص بقى دي هيدروجينه حصل حصل، ودي هيدروجينه صح صح، وده اس بي 2 وده اس بي 2. يبقى احنا قلنا ايه لحد هنا كده؟ اس بي 2 تمام، يعني عندك ده اس بي 2 اس بي 2 اس بي 2. خد بالك دول مش هيفرقوا قوي لان دول كربون مع كربون، فمش فارقه معايا في حاجه. اللي يفرق معايا مين؟ اللي معاه اتشات، يعني دي تفرق معاك ودي تفرق معاك. طب وهنا دي تفرق معاك، هات لي نوع الهايبرديزيشن. هنا سيجما وسيجما يعني 2 يعني 2 هايبردايزد من الاس بي، اذا هنا اس بي وليس اس بي 2. فهمت حاجه؟ يبقى دي مش محسوبه. يبقى انت عندك كام اتشاي؟ واحده 2 3 خلاص. يبقى عندي كام اتشاي؟ 3. ده اس بي 2 مع الاتش، يعني بص ده هتلاقي اس بي 2 مع ال1 اس من الاتش، وده اس بي 2 مع ال1 اس من الاتش، وده اس بي 2 مع ال1 اس من الاتش. يبقى 1 2 3 يبقى هما 3 بس كده. وصلت؟ فهمتني؟ يا رب تكون واضحه معاك وفاهمها. طبعا الطريقه دي ممكن مش كل الناس تفهمها، الناس اللي معايا في الشرح على زوم هيكونوا فاهمينها اكتر، لان الكلام ده احنا قلناه تفصيلا ومفروض واضح معاك يعني. طيب تعالى نشوف اللي بعده. الاوبوزيت فيجر بيوضح الالكترون كونفيجريشن اوف التو اليمنت اكس وواي. What is the formula of the compound formed by the combination of two atoms من ال Y مع one atom من ال X؟ تعال الأول بص لي على ال valence shell. أدي ده الاتنين هنا، بص 1 2 3 4 5 6. إذا يا دكتور ده في الجروب 6 إيه؟ يبقى ده non metal، يعني ده محتاج يجين أو يشير باتنين إلكترون، ده هيشير باتنين إلكترون بس، هو حواليه 6 هيشير باتنين. طب وده 1 مظبوط مظبوط، 2 3 4 5 6. هنا بيقول لك استنى، ده هنا البروتون 8 وهنا البروتون كام؟ 16. ما خدتش بالي انا من ديت. اذا ده يعتبر ايه؟ ده في الجروب 6 ايه وده في الجروب 6 ايه؟ ده اكسجين وده سلفر، فاهم حاجه؟ ده اكسجين وده مين؟ وده سلفر. فهو بيقول لك بقى ايه؟ وات از ذا فورمولا اوف الكومباوند فورمد باي الكومباينيشن اوف التو من الواي. مين تو الواي؟ مين الواي؟ ده الواي 2 اكسجين مع واحده من ده، يعني هنا بص هيبقى عباره عن ايه؟ اكس واي 2، فاهم حاجه؟ يعني هو هيكون ايه؟ اكس واي 2. هو عايز ايه؟ الاوبوزيت فيجر بيوضع الالكترون كونفيجوريشن اوف تو اليمنت اكس واي. ماشي، هو انت عايز الفورمولا؟ طب ما هو هيبقى اكس واي 2، ايه الهبل ده؟ ما انت بتقول لي اهو، ما انت بتقول لي فورمد باي كومباين اوف تو اتومز من الواي، ما هو 2 واي اهو، 2 واي مع واحده اكس. ما علينا خلاص، هو يبقى كده، هو يا جماعه الاس او 2 هو ده بالظبط خلاص. الاوبس بص الواي اهو، ده الواي فاهم، وده الايه وده السلفر، هو يبقى اكس ايه واكس واي 2. ماشي ما علينا، سؤال غريب قوي.
which of the two bonds CCl ولا CF is more polar؟ explain. ها مين في دول more polar؟ أول حاجة الكربون 3، الكلور، الكربون آسف 2.5، والكلور ب 3. طب والكلور الكربون 2.5 والفلور ب 4، خلاص يبقى سي اف هي المور بولر، خلاص يبقى سي اف هي مالها مول بولر ديو تو ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتوين الفلورين اتومز والكربون اتومز ايكوال، قول لي الفرق كام؟ 1.5. اذ مور ذان الديفرنس بين الالكترونيجاتيفيتي بتوين السي ال والكربون هيكون بكام؟ ب 0.8 ب 0.5، اذا المورالتي هنا هتكون اعلى. خلاص يبقى اللعبه لعبه ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، وانت طبعا فاهمني، كلكم فاهمين. خلاص يلا اخر حاجه يا دكتور، بيقول لك ريد رول اوبوزيت مولكيول يوزنج اللويس دوت دايجرام ويز الستريتنج اللون بير اند البوند بير ان اتش اوف الالكترونز. حاضر. اولا بص زي ما هي يا دكتور بالظبط، هتعمل ايه؟ هتحط هنا دوت وهنا دوت، فاهم حاجه؟ هنا دوت وهنا دوت، هنا دوت وهنا دوت، هنا دوت وهنا دوت، خلاص دوت 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 دوت. بعد كده الهيدروجين والكربون زي الفل، المشكله في النيتروجين والفلور، الفلور في الجروب 7 ايه بحوالي 7 دوتس، دوتس بتاعته اهي الاولانيه اللي شارك بيها، خلاص يبقى ناقصه كام من ال 7؟ ناقصه 6، ادي ال 6 لون بير لون بير لون بير، فاهم حاجه؟ والنيتروجين حواليه 5، ادي لون بير وبيشارك ب3. يا رب تكون واضح. خلاص هو ده اللي انت هتنقله بقى، تقوم عامل كده كربونه مع كربونه مع نيتروجينه مع فلوره مع هيدروجينه مع هيدروجينه، وتقوم عامل ايه يا باشا؟ تقوم عامل الاتي ده حواليه، ادي 1 2 3 4 5 6 7، خلاص؟ وهنا اهو 1 2 3 4 5، فاهم حاجه؟ طب وتيجي هنا، ادي هنا 1، حلو حلو، ادي هنا 1، وتيجي بعد كده الناحيه الثانيه لون ثاني، وتقوم قايل ادي الكربون واحده، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وهنا هيعمل بوند 2 3، بس ادي بوند بوند بوند، وادي بوند 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 بوند، اللي هم البوندات والباقي، بس انت اعملهم له كلهم دوتس، وبكده يا باشا نكون خلصنا الاكزام بتاعك، ربنا يوفقك يا رب وموفقين دايما، السلام عليكم.